بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم؟ عاملين ايه النهارده؟ يوم جديد وحلقه جديده خطيره ان شاء الله يا رب تعجبكم. عاملين وصفات سهله ولذيذه. اول وصفه هنعمل مندي الفراخ، حلو قوي. لسه كنت واكلاه قريب وقلت لا احنا ايه عايزين نعمله عشان اقول لكم قد ايه لذيذ وسهل جدا جدا، ما فيهوش ابدا اي حاجه. الوصفه الثانيه هنعمل الشوكليت فادجي، دي وصفة ظريفة جدا، مكوناتها عادية. هنستخدم فيها اللبن المكثف المحلى. اكتر من حد كان بيسألني نعمل ايه باللبن المكثف المحلى، او ايه افكار مثلا ممكن نعمل بيها وصفة. فهنعمل النهاردة الشوكليت فادجي وهنستخدم فيها اللبن المكثف المحلى، هيعجبكم جدا وسهلة خالص. هنعملها اوام وندخلها التلاجة، خطيرة. واخر حاجة هنعمل سلطة الكرومب والذرة، سلطة كده لذيذة قوي وحلوة. الناس اللي بتحب الكرومب، انا بحب الكرومب جدا، مع الذرة الصفراء والخيار، دريسنج بسيط قوي، طبق سلطة كده شهي وخطير، ان شاء الله هيعجبكم جدا. نقول بقى مقادير الوصفة الاولى اللي هو مندي الفراخ. مندي الفراخ هنعمل الرز وهنعمل الفراخ. هقول لكم تتبيلة الفراخ الاول ايه وبعدين نتكلم على الرز. معايا 4 اوراق من الفراخ او 3 اوراق او whatever انت عايز تعملي ايه، او حتى نص فرخة او صدور على ذوقك وزي ما انت عايز، بس انا اللي معايا هنا اوراق، تمام. هنتبلها بايه بقى؟ هنحتاج للوراق دي خلطة كده هنعملها، عبارة عن 1/4 كوباية من الزيت، زيت اي حاجة مش مشكلة. هنحط عليها ملح وفلفل اسود، هنحط معلقة كبيرة حلوة كده من الكركم، ومعلقة كبيرة برضو حلوة كده من الكاري، فيبقى كركم وكاري وملح وفلفل اسود مع 1/4 كوباية الزيت، ونتبل بيهم وندهن بيهم كويس قوي الوراك. طبعا الكركم والكاري هيدوها طعم وهيدوها لون. لو في عندك زعفران اكيد هيبقى تحفة، او لو عندك بودرة الزعفران عايزة برضو تضيفيها معاهم هتبقى تحفة جدا. ده كده بالنسبة لتتبيلة الفراخ. نيجي بقى للرز بتاع المندي، عبارة عن ايه؟ معايا 2 كوباية كبار من الرز البسمتي مغسول، وتنقع في المية، مية الحنفية العادية، تقريبا 1/4 ساعة، وتصفى كويس جدا، تمام. معايا الليمون المجفف، 2 ليمونات كده من الليمون المجفف، 2 عود من القرفة، 2 3 ورق كده من ورق اللورة، ومعايا برضو الحبهان الصحيح، تقريبا 6 7 حبهات صحاح كده حلوين، وبرضو معايا مستكة، تقريبا 4 فصوص من المستكة، و6 فصوص من القرنفل. طبعا الارقام اللي انا عماله اقولها دي علشان في اخر الاكله الواحد يحب يشيل مثلا الحبهان، يبقى عارف حط كام وحده حبهان، كام وحده ورق لورا. انت عايزه تحطي كده كبشات صغيره بايدك منهم مفيش مشكله خالص، لكن هي هنحتاج الليمون المجفف، القرفه، الاعواد، ورق اللورا، والحبهان، والمستكه، والقرنفل، وهحتاج كمان مكعب مرق، ميه سخنه اكيد طبعا، ومعلقه سمنه، وفي الاخر خالص بنشغل فحمه كده على المندي علشان يبقى الطعم وريحه الفحم بس خلاص. ان شاء الله يا رب تجربوه يعجبكم. هبتدي اول حاجه باني اتبل الاوراق. هنحط الزيت، تمام، هنحط الكركم والكاري، وعايزه احط ملح وفلفل، ملح وفلفل، ونجيب السباتولا الحلوه دي، الزيت والكركم والكاري والملح والفلفل كده اهو، وناخد الاوراق الحلوه دي ونايه نسيبها كده في التتبيله كده اهو، نتأكد ان الوراك وصلوا كلهم بالسلامة كده في التتبيلة كده اهو بالشكل ده. دي كده ايه التتبيلة بتاعت الفراخ. طيب بالنسبة للرز بقى، هل هنسويه؟ لا، احنا كل الكلام ده هندخله الفرن والرز نفسه هيستوي مع الفراخ في الفرن. فانا عايزه اجيب الصينيه اللي انا هعمل فيها المندي اهو، احط الفراخ كده على جنب، ومعايا هنا ايه الصينيه. عندي شبكه حلوه اهي موجوده وبتتباع في كل حته ورخيصه جدا، علشان نحط عليها الوراك من فوق زي ما انتم شايفينها كده موجوده وهتلاقوها في كل مكان.
تمام مع الصينيه. طب لو انا ما عنديش الشبكه دي ممكن اعمل ايه؟ ايه العواد الخشب بتاعت الشيش طاووق؟ مش عارفه انا عندي هنا منهم ولا لا، هبص كده عشان نعمل بيها شكل شبكه. اهو عندي اهو منها، هوريكم كده فكره ان انتوا تحطوا على الصينيه كده من فوق، بصوا كده بقى مثلا من العواد الخشب كده والعكس كده اهو. لا دي صغيره كده وكده. فانتوا هنا بصوا، انتوا هنا ايه عملتوا شبكه اهي، دي شبكه، الشبكه اللي انتوا شايفينها دي كده تتحمل ان احنا نحط عليها وراك الفراخ من فوق ونغلفها بالالمنيوم فويل عشان تبقى ايه بديل الشبكه لو انتوا مش لاقيينها او ما عرفتوش تشتروها. تمام، ده ممكن يحصل. ولو عندك ورق ألمنيوم فويل قوي تخرميه كده بالسكينة بس يتحمل وزن الفراخ، ما ياخدش الفراخ وينزل على الرز، هيبقى ظريف جدا. يعني كل دي أفكار تخليكي إيه تعملي المندي في البيت كده اهو. أنا بقى إيه في الحلة اللي أنا في الحلة في الصينية اللي أنا هحط فيها المندي، أو حتى كمان لو عندك الصينية دي فخار هتبقى ظريفة جدا مفيش مشكلة. هنحط الرز زي ما قلتلكوا كان منقوع ومتصفي كويس جدا، كوبايتين الرز البسمتي اهو، وهنحط عليهم السمنة كده، سمنة بلدي كده حلوة يعني معلقة كبيرة، وهنحط الليمون المجفف وهنحط القرنفل وبقيه المكونات حالا اهو. اهو اللومي اللي هو الليمون المجفف، ورق اللورة هنحط مثلا ايه 3 عشان اعرف اعدهم، الحبهان برضو اهو، ومعايا المستكة حط كده فصين من المستكة، معايا القرنفل برضو نحط كده ايه كم مسمار كده من القرنفل، والاعواد القرفة الخشب كده تمام، ونحط كمان مكعب مرق، بس انا مش عارفه هو فين مكعب المرق يا جماعه، فين مكعب المرق نسيتوا تحطوهولي. تمام، وهرش رشه ملح وفلفل كده وفلفل، ومعانا بقى ايه الميه السخنه، نحط بقى كده ميه سخنه نغطي بيها الرز، يتغطى تماما بس كده ايه، ممكن كده ايه علشان الرز بس يفلفل كده، وما تنسوش تحطوا بقى مكعب المرق كمان هيفرق قوي كده اهو بس كده. ونقوم حاطين الشبكة بقى دي من فوق الحلوة دي كده اهو، ونجيب الأوراك اللي احنا تبلناها سوا مع بعض ونحطها كده ايه على الشبكة كده كده. الشبكة بتقع من البتاع كده اهو، شوية التتبيلة الحلوة دي ندهن كده الفراخ ونغطيها بالألمنيوم فويل يا شباب، ونحطها ايه في الفرن، فرن سخن درجة حرارة 200 على الرف اللي في النص. طبعا بقى ايه كل دهون الفراخ والبهاريز بتاعتها والتتبيلة دي الكلام ده كله هينزل على الرز هيخلي طعمه يجنن. احنا هنغطيها كمان دلوقتي بالالمنيوم فويل وندخلها فرن سخن درجة حرارة 200. هي الموضوع كله على بعضه هياخد له تقريبا ساعة الا ربع، وهنلاقي الرز استوى والفراخ استوت في نص المدة، او مش في نص المدة قوي يعني في ثلاث ارباع المدة هتبقى متغطية، واخر ربع ساعة مثلا قبل ما نطلعه هنكشف الالمنيوم فويل عشان الفراخ تاخد لها لون حلو.
انا هجيب كده ايه الالومنيوم فويل واغطيها. احلى مندي يا جماعه، وبصوا سهل جدا تقدروا تعملوه في البيت، مفيهوش اي حاجه، تحفه كده. اكتمي بس الالومنيوم فويل كويس علشان تدي فرصه الفراخ تستوي والرز كمان كده يتكتم ويستوي كويس جدا، وبتبقى بقى خطيره. بنشغل لها فحمه في الاخر بعد ما بتستوي، وتبقى شكلها تحفه زي اللي احنا غرفناها دي. استاذ احمد هيجيبها لكم حالا، خطيره. مندي فراخ ملوش حل، تحفه ريحته كمان كده ايه ملهاش حل. هتقولنا يا استاذ احمد؟ ايوه ان شاء الله تجربوه، تاكلوه بالف هنا وشفا. بصوا سهل جدا، المكونات بنحطها على بعض وبنسيبه بقى في الفرن يعيش حياته الساعه الا ربع دول، وتبقي خلاص خلصتي الغدا. بالف هنا وشفا حبايبي، تجربوه تاكلوه ان شاء الله. هنروح فاصل الم اشيائي ونرجع نعمل الشوكليت فادجي باللبن المكثف المحلى اللي بيجي لي عليه اسئله كتير جدا، ندخله في وصفات ايه او نعمله في اكله ايه. فدي وصفه سهله جدا كده وفيها شوكولاته وعين جمل، هتعجبكم جدا. خليكم معانا بقى بعد الفاصل. انا جيت. هنعمل دلوقتي بقى الشوكليت فادجي، حلوه جدا جدا. بصوا عباره عن ايه بقى. معايا نص كوبايه من الشوكولاته القابله للدهن، نص كوبايه تمام. معايا كمان تقريبا هنقول مثلا ايه 250 جرام من الشوكولاته المجروشه، مكسراها كده بالسكينه تمام. 250 جرام. هنحتاج كمان 400 جرام من اللبن المكثف المحلى، 400 جرام يعني كوبايتين، الكوبايه الواحده بتبقى 200 جرام، فاحنا محتاجين كوبايتين من اللبن المكثف المحلى او 400 جرام، ونص كوبايه تقريبا من عين الجمل. ان وجد يعني تحب تحطوه او ما تحبوش خالص مفيش مشكله، زي ما انتوا عايزين. هي بس كده، دي الوصفه، مفيش اسهل من كده. هنعمل ايه؟ هاخد اول حاجه اللبن المكثف المحلى ده واحطه على النار كده، معايا المضرب السلك اهو، اللبن المكثف المحلى 400 جرام يعني كوبايتين تمام كده اهو. وهتلاقوا طبعا مكتوب على العلبة انها 400 جرام يعني كده. ومعايا الشوكولاتة المجروشة اللي هي كوبايتين، او ممكن نقول عليها 250 جرام من الشوكولاتة كده، وهتلاقوها برضو مكتوب عليها هي كام جرام وانتوا بتشتروها. عايزين كده ايه نقلبها كده مع ايه اللبن المكثف المحلى، ونفضل نقلب، هنلاقي الشوكولاتة ساحت وعمل ايه قوام تحفة كده اهو، هذا الشكل الظريف. استمري في التقليب سيدتي لغاية ما ايه الشوكولاتة تسيح. عايزين ننزل اللي هو هنا ده، ايوه والله يا جماعة. أنا وأنا عندي 12 سنة ولا 13 سنة كان المجلات بقى، أنتوا عارفين المجلات كان بيبقى فيها وصفات كده، والله كنت بقعد أقراها وأنا مش فاهمة حاجة، بس برضو أنا عندي 11 سنة و 12 سنة، كان لسه الواحد بقى إيه كده في في في, في, في مية البطيخ قبل ما يحصل له اللي حصل له. الشوكولاتة كده أهو، عايزين تحطوا عين جمل بقى حطوا، مش عايزين ما تحطوش براحتكم. احنا ممكن نحط شويه اهو، كسروهم كده كده اهو كده اهو. بصوا هو ده يا جماعه الشوكليت فادجي. طب وبعدين يا مروه هنعمل ايه في البتاع ده؟ هنشيلها كده من على النار
ومعايا صينيه بايركس صغيره او طبق يكون غويط شويه كده وصغير، هندهنه دهنه زيت خفيفه قوي كده، ومعانا ورق زبده انا كنت مقطعه واحده اهو، هنحط ورق الزبده كده. ايه طب احنا ممكن نقص علشان يطلع مظبوط. الهدف من ورق الزبده ايه؟ لان احنا مش هندخله الفرن ولا حاجه، عشان نعرف نشيل الفادج ده لما يجمد كده ويمسك نفسه في الصينيه. فانا حطيت ورقه زبده كده، وعايزه احط واحده كمان كده اهو. بالعكس، فاهمين قصدي؟ احنا كده حطينا ايه ورقتين زبده بعكس بعض كده اهو، وهنا كمان بالشكل الحلو ده، وبرده دهنه زيت كده خفيفه تسهل لنا الدنيا زي ما انتوا كده شايفين. ونجيب بقى ايه الشوكليت فادج الحلوه دي، ونقوم ايه حاطينها كده اهو في البايركس ده كده من فوق زي ما انتوا شايفين كل الكميه كده اهو، بس كده وزعوها بس كويس. ورق الزبده ده كده اتنوه كده، وزي ما اتفقنا ورق الزبده ده اهميته بس ان احنا واحنا بنشيلها بعد ما تبرد، ونطمن كده انها ايه دخلت كويس كده ومتوزعه حلو. وعلى الوضع الظريف ده بتقومي ايه مدخلاها التلاجه، تمام؟ تاخد لها ساعه ساعتين هتلاقوها مسكت وجمدت وبقت حلوه قوي. اوريكم بقى بتاعتنا اهي، بصوا اهي في التلاجه، وهتلاقي بقى ورق الزبده بقى ايه اهو بيساعد انها ايه تتشال على طول من الصينيه. نبتدي بقى ايه نقشره كده بالراحه من عليها زي ما انتوا شايفين كده اهو اهو. ايوه نقشر ورق الزبده خالص كده بس كده، نشيل الصينيه دي ورا. ومعانا بقى سكينه، تمام، عشان اوريها لكم. والشوكولاته بقى القابله للدهن احنا ممكن ايه ندهن عليها من دلوقتي قبل ما نقطعها. ممكن نجيب بقى ايه الاسباتيولا الحلوه دي مثلا، وتحطي كده ايه شوكولاته، ده برضو لو انت عايزه يعني تقدري تستغني عن موضوع الشوكولاته القابله للدهن ده مفيش مشكله، بس هي هتعمل طعم حلو قوي. شوكولاته في شوكولاته كده اهو، وبعدين بالسكينه بقى نبتدي نقطعها ايه مكعبات مكتروش قوي كده اهو. كده او ممكن نعملها كده اي حاجه يعني، بصوا كله هينفع. ومعايا بقى السكينه الظريفه دي هنبتدي نقطع الشوكليت فادجي زي ما انتوا شايفين كده. بس كده اول واحده اهي، هوريكم دلوقتي حالا شكلها عامل ازاي بعد ما نقطعها كده اهو. وكمان كده اهو، وعين الجمل فيها بقى ايه كمان خطير. كمان كده اهو
تمام، ادي كده قطعناها ونقطعها برضو كده بالطول. كده اهو، فهتبقى ايه، مكعبات هنرصها حالا مع بعض في طبق التقديم. عايزين برضو تحطوا لها اي مكسرات من فوق هتنفع وهتبقى ظريفة جدا. كده اهو، وكمان كده اهو. عايزة سكينة اكبر شوية، بس اتقطعت في الاخر اهو وبقت ايه يا جماعة، خطيرة. وريها لكم بقى، لان انا عايزه اجيب لكم واحده من اللي هما في النص دول عشان بيبقى شكلهم حلو قوي. ايه، بصوا بقى الجمال. تحنا كده يا استاذ احمد لو سمحت. ايوه، شوكليت فادجي خطيره، طعمها يا جماعه يجنن، مش قادره اقول لكم بتبقى تحفه ازاي. قطمه بس كده وبالهنا والشفا. انا بقى عايزه اجيب طبق التقديم، ماشي، متوسخش قوي اهو. نبتدي بقى ايه، نرص عليه الشوكليت فادجي الحلوه دي، وهنقي إيه بقى اللي شكلهم حلو، ونخلي اللي على الاطراف كده اهو. ان شاء الله يا حبايبي تجربوها وتعجبكم جدا ان شاء الله. كده اهو، طعمها يجنن يا جماعه، جربوها لو سمحتوا وقولوا لي ايه رايكم. بس كده كفايه الحبه دول عشان الطبق يبقى شكله حلو. عايزين تحطوا عين جمل من فوق حطوا، مش عايزين خلاص براحتكم خالص. وخلصنا الشوكليت فادجي الظريفه جدا واللذيذه، خدتش ابدا اي وقت، خصوصا الناس اللي بيقعدوا يقولوا لي عندنا لبن مكثف محلى يا مروه نعمل بيه ايه. دي تحفه، انت بتاكلي كده موس شوكولاته على توفي، على يعني بصوا اطعمه كده ظريفه كلنا بنحبها. جربوها ان شاء الله تعجبكم، وانا هاخد لي واحده دلوقتي اقطمها واكلها. وهنروح فاصل اوام، وتعالوا بعد الفاصل بقى نعمل سلطه الكرنب بالذره. بعد الفاصل شوكليت فادجي دي يا جماعه فظيعه. اه بصوا، خطيره وطريه مش ناشفه، تجنن. انا عايزاكم بعد الحلقه على طول تقوموا تعملوها. رائعه دي يا استاذ احمد، دي يا استاذ احمد اعملوها يا جماعه، بصوا تحفه، مش قادره اقول لكم. انا يعني عايزه اجيبكم كده تاكلوا معايا. جربوها ان شاء الله قولوا لي ايه رايكم. نعمل بقى دلوقتي السلطه. احنا ممكن بقى ايه، حته الشوكولاته بتاعتي دي نشيلها كده على جنب ونغلفها لغايه بعد الحلقه يا شوكليت لو سمحتي. انا غلفتك اهو بالسوليفان بس. شكرا. ايه رايك يا استاذ احمد؟ استاذ احمد بياكل اهو دلوقتي. ايه رايك يا استاذ احمد، خطيره. هنعمل بقى دلوقتي السلطه، سلطه ظريفه جدا، سلطه الكرنب والذره، حلوه قوي. الناس اللي بتحب الكرنب هتعجبهم جدا. الكرنب يا جماعه مفيد ومهم جدا ان احنا ايه، يعني من وقت للتاني ناكله. عباره عن ايه بقى، معايا كرنب ابيض مبشور، بالمبشره تبشريه زي ما بنعمل الكولسلو كده، تمام. محتاجين تقريبا نص كرنبايه كده ولا حاجه. معايا كوبايه من الذره الصفراء المسلوقه، بتتباع طبعا انتوا عارفين في علبه كده، تاكدوا بس من تاريخ الانتاج والانتهاء بتاعها علشان نحطها في الوصفه.
معايا ملح فلفل اسود، طبعا هنحتاج معلقه كبيره من الخل الابيض ومعلقتين كبار من زيت الزيتون، ومعانا كمان بقى ايه شرايح من الخيار وتقريبا معلقتين ثلاثه كبار من الشبت. بس كده خلاص، وصفه سهله جدا جدا ومفيهاش ابدا اي حاجه. هنجيب بوله كبيره حلوه ونحضر الاول فيها الدريسنج اللي هو الخل والليمون والزيت والملح والفلفل. تمام، هنحط الخل، هنحط الليمون، ملح وفلفل، ملح، هنحط فلفل، هنحط شوية زيت كده اهو. ده كده الدريسنج الحلو جدا بتاع الايه السلطة كده اهو. ونبتدي بقى نحط ايه الخيار ونديله كده تقليبة عشان ايه يختلط مع الدريسنج. طبعا يا جماعة في اي سلطة في الدنيا لو مش هتاكلوها دلوقتي حالا يبقى ما تعملوش الدريسنج على طول، يعني تبقوا محضرين والدريسنج ده حاطينه على بعض في طبق لوحده او في ازازه لوحدها، وقبل الاكل مباشره نبتدي نحط الدريسنج علشان لما بنحطه مع الخضار ونقطعه ونركنه الخضار بينزل ميته ومعرفش ايه. مش في كل السلطات دي بتبقى حاجه حلوه، مثلا مع الكول سلو بتبقى حلوه جدا ان انت تحضري السلطه وتحطي فيها كل حاجه وتغطيها وتسيبيها في الثلاجه ترتاح وتستجم كده مع نفسها بالمكونات اللي احنا حاطينها، لكن مش في كل السلطات بينفع كده. فمن فضلكم السلطه دي لو مش هتتاكل في ساعتها يبقى ما نعملش الدريسنج، ما نحطوش عليها، يعني نخليه في الاخر وقت قبل الاكل على طول. بعد الخيار هنحط الذره، نقلب كده اهو، وبعدين بقى الكرنب الحلو ده اهو، نقلب برضو كده اهو بهذا الشكل الظريف كده، وشوية الشبت اللي احنا قلنا عليهم كمان في السلطة كده اهو، بس كده ولا اكتر ولا اقل. سلطة عظيمة وسهلة جدا، ينفع تحطوا لها اي مكونات تانيين انتوا عايزينها، عايزين تحطوا لها فلفل الوان هتنفع، عايزين تحطوا لها طماطم هتنفع، مفيش مشكلة. عايزة اجيب الطبق بقى علشان نغرفها اهو. واحد يغرف السلطة بالكبشة دي طلعت حاجة سهلة قوي، بدل المعلقه كده تقعد تاخدي معلقه صغيره في معلقه صغيره، لا الكبشه بتاخد كميه كبيره كده بهذا الشكل الظريف. ريحتها حلوه، انا بحب ريحه الشبت قوي كده كده اهو. يا جماعه جربوها وان شاء الله تعجبكم بألف هنا وشفا يا رب. كده اهو، بس كده الحلقة خلصت، يا رب تكون عجبتكم والوصفات كانت ظريفة كده ومشجعة ان انتوا تجربوا الحاجات بنفسكم في البيت. انا والله ده كل هدفي، ده هدف البرنامج ان انتوا يعني تلاقوا ان المطبخ ده حاجة سهلة مش حاجة صعبة، وحاجات كلها بسيطة تقدروا تعملوها بنفسكم في البيت بدل ما ناكلها من بره. ان شاء الله يعني تكون الرسالة وصلت يعني. عملنا ايه بقى النهاردة؟ عملنا اول وصفة مندي الفراخ، وصفة حلوة جدا وسهلة قوي. تبلنا الفراخ وحطينا الرز والاتنين دخلوا الفرن بقى ياخدوا ويدوا مع بعض كده ويستووا وتبقى حاجة خطيرة. الوصفة التانية عملنا شوكلت فادجي حلوه جدا جدا، استخدمنا فيها اللبن المكثف المحلى، ظريفه قوي ما فيهاش ابدا اي حاجه، والشوكولاته مجروشه، واول ما سقعت كده في الثلاجه هتلاقوها تجنن.
جربوها وبالف هنا وشفا. والوصفه الاخيره عملنا سلطه، سلطه سهله قوي، سلطه الكرنب بالذره، استخدمنا فيها الخيار وكمان عملنا الدريسنج بتاعها بسيط قوي قوي، زيت وخل وليمون وملح وفلفل. ان شاء الله يا رب تجربوها وتعجبكم. بشكركم جدا جدا ان انتوا تتفرجوا عليا، مبسوطه ان الحاجات بتعجبكم وبتجربوها. جربوا وابعتوا لي الصور زي ما بتعملوا دايما، واتفرجوا عليا من يوم الثلاث ليوم الجمعه الساعه 1 على قناه النهار، ويوم الاربع بنكون مع بعض على الهواء. بشكركم جدا، باي باي.